انا دكتور محمد حمراء، المدير التنفيذي لمشفى باب الهوى. مشفى باب الهوى هو اكبر مشفى في شمال غرب سوريا، يقع في القرب من معبر جلفاجوز الحدودي مع تركيا. يعتبر مشفى باب الهوى هو مشفى جراحي وداخلي متخصصي لجميع التخصصات ومتكامل في تقديم هذه التخصصات. يقدم خدمات ل 1.7 مليون نسمه من شمال ادلب الى شمال شرق حلب. يعتبر عدد المراجعين لمشفى باب الهوى حوالي 17000 مراجع، يقدم حوالي 32000 خدمه شهريا، 350 مراجع للاسعاف الجراحي والداخلي يوميا، 30 مريض يتم اجراء غسيل الكلوي لديهم في مشفى باب الهوى. قسم الاورام يقدم الخدمات ل 150 مريض يتم تسريب الجرعات العلاج الكيماوي لديهم في هذا القسم الذي تم استحداثه حديثا. 1200 عمل جراحي يجرى في مشفى باب الهوى اسعافي وبارد، وهو عدد ضخم بالنسبة للإمكانيات المتوفرة في المنطقة. يتميز مشفى باب الهوى بوجود بعض الخدمات النوعية كالجراحة العصبية المجهرية لأورام الدماغ، إضافة لوجود قسم جراحة الأطفال وهو قسم متميز في المشفى وينفرد فيه مشفى باب الهوى، إضافة لوجود قسم القطع الزجاجي وإجراء عمليات الشبكية في المشفى، ووجود قسم الأورام وهو مثل ما حكينا أنه يقدم الخدمة ل 150 مريض شهريا. باب الهوى هو أكبر المقدمين الرعاية الطبية في شمال غرب سوريا، وله بصمة واضحة في الخارطة الطبية في منطقة شمال غرب سوريا. طلقتوا؟ جاهز.